في اطار تنفيذ القانون والنظام للتصدي للمخالفات البحريه في المياه الاقليميه لمملكه البحرين، تواصل قياده خفر السواحل حملاتها التفتيشيه والتوعويه في المناطق البحريه والساحليه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه للتاكد من مدى التزام البحاره والصيادين بالقرارات المنظمه للصيد وصلاحيه التراخيص البحريه بمختلف انواعها للسفن الصغيره، بالاضافه الى التاكد من توافر ادوات السلامه البحرية ومدى صلاحيتها، وتؤكد قيادة خفر السواحل حرصها على تكثيف الحملات بريا وبحريا للحفاظ على الأمن البحري والتصدي للمخالفين والخارجين عن القانون.